إخواني أخواتي الجزائريين والجزائريات، أحييكم تحية الإسلام والسلام. اليوم مش ما نطولش عليكم، جيت باش نقول لكم أخواتي صبروا، التطاحن راهو على أشده وهو على قدم وساق، والأحرار ورجال الخفاء هم منذ أسبوعين وهم يفتتون في أركان هذا النظام، وسقوط هذا النظام سيكون حتمي ودون إطالة بإذن الله. بينا وبين ديسمبر المقبل إن شاء الله كما وعدتكم هذاك العام سيكون بداية نهاية هذا النظام. ما تيسوش وتقاسموا الأمل وبثوا الأمل والروح الأمل في إخوانكم اللي عندهم شوية يأس، وكونوا على يقين أن انتصاركم حتمي ورغم أنوف الحاقدين. وكل الخونة الذين هم الآن ساكتون عن هذا الباطل سيكتبهم التاريخ وسيصنفهم مع الخونة والمرتزقة. أنا لن أترككم ولن أتوقف ولن أستسلم. أنا منكم، أنا حراكي مناضل رجل سياسي أعني ما أقول، وأقول الشيء اللي راهو صار يصح البلاد هذه. البلاد هذه هي راح الحيط، بصح بفضل الرجال والنساء أمثالكم سننقذ الجزائر وستعود الجزائر إلى أهلها، وهذا وعد. تحياتي إلى أسر الأسرى والمعتقلين، تحياتي لكل المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم، وأقول لإخواني الأحرار في 42 ولاية وخارج الوطن صبرا جميل. فالأيام القادمة ستكون أشد قسوة على هذا النظام، وبردا وسلاما على هذا الحراك وعلى إخواننا الأحرار. تحياتي السامية والعالية إليكم فرد. صابروا واحتكموا لله، وكونوا على علم أن إخوانكم راهم معاكم في أي لحظة. خروجكم اليوم هذا راهو تهديد للنظام، والنظام راكم تشوفوا فيه كيفاش راهو هايج على 10 ولا 5 من الناس. الدولة كل هايج على 10 ولا 5 من الناس. ما لوش نقول لكم باللي انتصاركم حيكون في أقرب وقت، وهذا وعد من عند أخوكم فيصل اللي يحبكم ويحب هذا الوطن. تحياتي والسلام عليكم.